عسلم. السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. بالحقيقة أنا أبدأ دائما بهذه القولة لأنها تعجبني ياسر، لأن الإنسان عندما يبدأ يتبع في دين أو إيديولوجية مفروض باش يكون كل تفكيره متجه نحو هذه الإيديولوجية أو هذا الدين. ولهذا من المنطق أن يكون الإنسان حر في تفكيره، يعني ما لازموش يكون محدود بإيديولوجية أو محدود بدين يفرض عليه كيفاش يخمم وكيفاش يفكر. إذن أول حاجة مهمة في هذه الحياة هو الإنسان يكون فكره حر، حر بمفهوم أنه غير مقيد بإيديولوجيات وأفكار مسبقة سوى موروثة أو منقولة. ولهذا ديما نبدأ الفيديوهات متاعي فهمت السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلمة. تكلمنا في الفيديو الأخرى اللي قبل هذه على من أوجد الكون، ووضحنا كيفاش إن فكرة الخلق هي فكرة لا تعتمد على أي أساس من المنطق. وهنا حبيت نرجع لزوز نقط مهمة في الفكرة السابقة في الفيديو الأخرى، هي إن عندما ننفيه فكرة الخلق ونعتبرها غير منطقية من الأساس، لا يعني أن ننفيه فكرة أن للكون مسير أو أن للكون وعي. يعني هذه حاجة ما عندها حتى علاقة بمسألة الخلق والوجود. يعني أنا وقت قلت أنا لا أؤمن بالخلق لأن منطقياً هذا الخلق لا يمكن أن يكون إلا في من خلقه أو خارج عنه، وفي الحالتين مشكلة كبيرة، لأن لو كان فيه يعني ضمنه، ولو كان خارج عنه يعني هناك ما هو خارج عنه. هي أفكار ليس منطقية، هي أفكار موروثة ونتصور إنها حقيقية وهي بعيدة كل البعد عن الحقيقة وعن المنطق. لأن نعرف احنا هناك أديان طبيعية كثيرة كما مثلا البوذية وغيرها دي نسميها ديانات طبيعية، تعطي تفسير آخر وتعطي مفهوم آخر أكثر منطقية من المفهوم الإبراهيمي أو من المفهوم الإسلامي للخلق وجعل إله فوق العرش وغيرها من تلك الخرافات وعنده ملائكة. يعني تتصور معناتها احنا تكلمنا زاد في معناتها بصفة عامة ان الاشياء في التفكير الانساني او في التعامل الانساني يكون بين ملموس ومحسوس ومتخيل. اللي يطلع على الديانة الابراهيمية وعلى الاسلام بصفة خاصة او على اليهودية وعلى المسيحية نلاحظ الجانب الخيالي القصصي في الدين. هذا ما يحكي لك على آدم، على حواء، على الله، على العرش، على الجنة، على النار، يعني كلها كأنها رواية خيالية، يعني كأنه إنسان أخذ يتخيل في قصة ثم كتبها وجعل الناس ما يعتقدون إنها حقيقة، لكن هي بعيدة كل البعد على ما هو ملموس وعلى ما هو محسوس وهي أقرب للخيال. اليوم حابين نتكلم ما يسمى بالحياة بعد الموت. أول شيء هنا زاد مغالطة عندما نقول حياة بعد الموت. احنا نعرف أن الحياة ضدها الموت، يعني ما دام فما موت ما عادش فما حياة، وعندما يبدأ فما حياة ما فماش موت، يعني حاجة ضد حاجة. كما نقول أنا مثلا النور والظلام، ما نجيش نجي نقول من بعد النور في الظلام. احنا نعرفوا اللي النور هو اللي موجود بينما الظلام ليس له وجود فعلي، ما نجموش نقيسوا الظلام اللي نجمو معناتها بالملموس وقت نستعملوا التجربة نقيسوا النور قداش موجود مثلا في البيت هذه، قداش فما نور قداش فما ضوء، ما نجموش نقيسوا قداش فما ظلام.
وإنما الظلام يعرف بقلة النور، يعني على قد ما يبدأ فما نور الظلام يولي أقل، على قد ما يبدأ ما فماش نور الظلام يولي أكثر. هذوما حاجة ضد حاجة، يعني الذي له وجود فعلي هو النور، والظلام هو فقدان النور. هذا هو المنطق. وانا نحاور اني باش نتكلم في الفيديو، ما نحبش ندخل في الفلسفه العميقه، نحاول ديما باش نتكلم باسلوب بسيط جدا. اذا الحياه هي مثل النور، هي اللي موجوده بالنسبه لينا احنا، هي موجوده وجود فعلي نحس به ونلمسوه ونشوفوه ونحكيو به. انا تو باش نحكي معناتها نحكي معاكم، انا حي، فهمت؟ انا حي قاعد نحكي معاكم، انت حي، هذاك حي، هذا معناتها مفهوم نحن البشر. من بعد يجي واحد يقول لي احنا مجرد سراب والكون مجرد سراب، هذاك موضوع اخر. احنا نمشيو توا بالمتعارف عليه بين البشر، خلينا في المتعارف عليه، ما نزيدوش نبعدوا البعيد. احنا نحبوا نثبتوا اللي المفهوم الديني هو مفهوم خاطئ، خاصة المفهوم الديني الإبراهيمي، وخاصة خاصة اللي أنا أركز عليه ديما هو الإسلام، اللي أعتبره هو مصيبتنا وهو مرضنا وهو اللي معناتها قاضي علينا وهلكنا وجعلنا أضحوكة في الكون وفي العالم. المهم، إذا ما نجموش نحكيه على حياة بعد الموت، لأن عندما هناك موت يعني انتهت الحياة، ما عادش فما حياة. ولكن يمكن أن أسأل سؤال نفس الشيء بالأسلوب الأكثر منطقية، هل هناك وجود بعد الحياة؟ هذا هو السؤال معناتها المنطقي، يعني هل لي وجود آخر بعد الحياة؟ يمكن وجود من نوع آخر، لأن الحياة هي هذه، فما بعدها ليس هناك حياة. كما زالت موجودة هناك حياة يعني أنا ما متش. هذه معناتها مسألة منطقية. ياسر عباد معناتها يعتمدوا على مسألة الموت بعد بعد الحياة باش يخوفوا العباد، وهذه نرجع هنا القصة الإسلامية وعذاب القبر وخو معناتها وجهس الملكين ويسألوه منكر ونكير، وهذه الروايات يعني هذه الخرافات. يعني أنا أتعجب كيف إنسان معناتها في هذا العصر مازال يؤمن بهذه الخرافات البعيدة كل البعد عن المنطق. لكن حبيت معناتها نركز على حاجة، إن الأهم ليس هل هناك وجود بعد الموت أم لا. أنا حسب رأيي مادام إحنا موجودين في هذه الدنيا، الأهم هذه الدنيا. إذا مثلا لو أنا مثلا أعيش مثلا في تونس ولا أعيش في المغرب، وأنا نتصور أني أنا باش نمشي لفرنسا، نجي نعكر حياتي في تونس ولا في المغرب على خاطر أنا مفكر بعد 20 سنة باش نمشي لفرنسا، هل هذا يعقل؟ ما يعقلش. من المفروض ومن المنطق أني نعيش حياتي بالكدا في تونس أو في المغرب، وقتها نمشي لفرنسا، وقتها نفكر في فرنسا. علاش؟ على خاطر لو أنا تعلمت في تونس أو في المغرب ولا في أي دولة أخرى، عشت عيشة مستقيمة وعيشة متوازنة وعيشة منظمة، وعرفت كيفاش ننظم حياتي، وعرفت كيفاش نكون روحي، وعرفت كيفاش نحصل على الحاجات أخرى، من بعد حطني في أي دولة أخرى مهما كان، حطني في أستراليا، حطني في نيوزيلندا، حطني في كندا، حطني في أمريكا، هزني وحطني حتى عند الأسكيمو، أنا سوف أستفيد من التجارب اللي تعلمتهم في تونس ولا في المغرب. أنا نفترض مثلا مش نعيش 20 سنة في تونس، من بعد مش نمشي لدولة أخرى. لو 20 سنة في تونس هذه عديتهم ولا في المغرب، وأنا نبكي ونفكر وقت يهزوني للدولة الأخرى، شنو باش نعمل وكيفاش باش نعيش وكيفاش، وكان يعملوا لي هكا، وكان يعني باش نقعد يعني نعدي 20 سنة وانا متهلوس مريض في مخي، فهمت؟ ما نعمل حتى شيء، ما نقدم حتى شيء، من بعد تهزوني للدولة الأخرى. علاش؟
لاني انا العشرين سنه هذو اللي انا في تونس ولا في المغرب ما تحت شيء، عديتهم تضيع وقت. هذاك هو نفس الشيء اللي يفكر الان من بعد الموت. بينما لو انا عديت كل 20 سنه نقرا ونتعلم ونبحث ونقد ونعمل حاجات ونقد دار ونجيب اولاد ونعمل، من بعد هزني لاي دوله اخرى نجم نعيش. اذا هنا السؤال، هل هناك وجود بعد الموت؟ هذا سؤال ما عنده حتى اساس معناتها من المعنى. انا مفكر ساعه في وجودي هنا، ماذا قدمت هوني في الدنيا هذه قبل الموت؟ هذيك سياسة وتفكير، فهمت، ما بعد الموت الذي معناتها يشحن بها العلماء المسلمين، المسلم نهار كله ما يخوفوا فيه من عذاب القبر ومن الجنة ومن النار ومن هول القيامة، وهذوما الخرافات الكل، يخلي الإنسان يعيش في الدنيا هذه حقير ذليل ما عنده حتى قيمة، فهمت، لشيء افتراض، مجرد افتراض، لأن احنا كما قلنا هناك الملموس وهناك المحسوس وهناك المتخيل. إلى هذه الساعة ما هو محسوس؟ ما فما حد شيء. العلم ما يعرف حد شيء، يعرف الحاجة الوحيدة اللي يعرفها العلم يقولها أن الإنسان كي يموت يفقد الحياة، هذه علميا، هذه حقيقة معناتها تصدقوها ولا ما تصدقوهاش، هذه حقيقة. فمش واحد مهما كان يقول لك الإنسان وقت يموت، فهمت، مازال حي. حتى القرآن وتجي من يقول لك معناتها على المجاهدين، يعني شوف التفكير، أحياء عند ربهم يرزقون، يعني أحياء عند ربهم يرزقون، هو مات وانت تقول أحياء عند ربهم يرزقون، يعني هنا كأنه قال لي الآية القرآنية جاي قال لي معناتها نور في الظلام، فما نور في الظلام، تي ما فك فما نور في الظلام عاد ما عادش ميت. إذا هذا التفكير الديني خاطئ. يعني بالنسبة للعلم واضح، الإنسان مات مات وفاء انتهى، هذه مسألة واضحة. من بعد هل هناك نوع من الوجود بعد الموت؟ الإنسان هنا متردد، إحساس يخليه يتمنى يكون فما حاجة بعد الموت، خطر الإنسان ما يقبلش إنه ينتهي، جيه صعيبة إنه ينتهي، فهمت؟ هذاك علاش هنا ينتقل الإحساس ما يلبيلوش الرغبة متاعه، ينتقل للمرحلة الثالثة اللي هي التخيل. وهنا ندخل في مرحلة التخيل، ما هو نوع الوجود بعد الموت؟ يجي الديانات الإبراهيمية يجي يقول لك اللي معناتها الإنسان بعد الموت نفس الشيء كأنه هو عايش، يتعذب مثلا، الإسلام يقول لك يتعذب في القبر وبعد يتحط في حفرة كان هو من أهل الجنة ولا من أهل النار، وهذيك الخرافات كلها، هذين كل خيال. يجي بعض ديانات أخرى تجي تقول لك لا، ما يسمى بالإنكارناسيون، الاستنساخ، الإنسان كيموت يعود يرجع في صورة حيوان ولا في صورة نبات ولا في صورة إنسان آخر، هذا تخيل، كله تخيل. علاش؟ خاطر الإنسان رافض كليا فكرة إنه ينتهي، ماهوش قابلها فكرة إنه ينتهي. هذاك علاش جاب هذه الأفكار. مثلا البوذية لا، تقول لك الإنسان كي يموت معناتها يضمحل، يعني كيما نقولوا احنا كي الريح كي الغبار يمشي، جسمه يرجع للتراب وأفكاره تتوزع على البشر الحيين، يعني هو يعاود يرجع في الموروث الفكري للبشرية، وغيرها من الأفكار وغيرها من مش حابش ندخل أنا في كل الأفكار اللي موجودة في هذه المسألة، ولكن ما فهم حتى حاجة ملموسة. الملموسة الوحيدة، الإنسان كيموت انتهت الحياة، هذه مسألة واضحة. لازمنا نتقبل المسألة هذه، لازمنا نتقبلها. علاش مثلا واحد يقول لك علاش مثلا نتقبلها وصعيبة وكذا 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 وكذا؟ لا، بالعكس بالعكس، هابش نوريكم المنفعة الإنسان وقت يتقبل الفكرة هذيك، ونوريكم المضرة بتاع الإنسان يؤمن بالفكر الديني. اللي يؤمن بالفكر الديني عمره ما بش يحاول يتغلب على الأمراض ويتغلب على الموت. أنت كي تحب تعيش يا إنسان، فهمت، في عوض تؤمن إن فما حياة أو وجود بعد الموت، أول حاجة حاول باش تخلد باش تطول عمرك. علاش ما تنجمش العلم ينجم؟
ينجم يطول العمر، نجم نوصلوا نعيشوا 400 500 سنه، يمكن نوصلوا ما نموتوش، لان الموت هي عباره معناتها على معناتها خلل في الجسد. فهمت؟ هو عباره على خلل في الجسد. الموت تعرف عباره على شنو؟ انا ما نحبش راهو المواضيع هذه طويله جدا وما نحبش ندخل فيها، خاطر انا عملت تجارب كثيره في هذه المساله، معناتها عشت فتره كوما في حادث، وعشت فترات معناتها طويله ابحث على هذا الشيء، فهمت؟ خاصه ما يسمى بالاسقاط، لان الموت اقرب ما يكون هو للنوم. عندما تنام ماذا تفقد في الحقيقه؟ في الحقيقه عندما تنام تفقد احساسك، يعني الاحساس ما عادش موجود، ما عادش عندك احساس لا بالخارج لا بالداخل. حتى الاحلام هو احساس داخلي، وهو في الحقيقه فهمت وقتاش تعرف روحك اللي حلمت، وقت تفيق، وقت يرجع لك الاحساس الحقيقي، وقت يرجع لك الاحساس الحقيقي، وقتها تكونكتي مع المخ نتاعك، وقتها تتذكر الحلم ولا ما تتذكرش على حسب الواحد. يعني هو الموت يشبه كثير للنوم. الفرق ان في الموت تفقد الجسد، والانسان هو في الحقيقه معناتها بعيد على التفكير الديني، روح ونفس حكايه فارغ، هذه انت بعيد. كي نجي نشوف معناتها نشوف نقاوه، هو عباره على جسد واحساس كونسيونس، هذوما زوز حاجات. في النوم يوقع تعب للجسد، يتكونكتي الكونسيونس من الجسد، والانسان يفقد الاحساس. هذا نوع، هذا ما يسمى النوم. الموت نفس الشيء، لكن هنا الجسد كامل هو اللي نفقده، اذا الاحساس ما عادش عنده وجود، لان الاحساس مرتبط بالجسد. وهذه مساله معناتها عميقه وما نحبش نطول فيها. انا هوني عملت عليها لمحه وما نحبش ندخل في التفاصيل نتاعها، على خاطر جدا 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 معقده، ونحب نكون بسيط اكثر شيء ممكن. المهم اللي حبيت نقوله، اللي الانسان راهو كيموت يموت، وكان احنا معناتها نخافوا من الموت وما نحبوش نموت ونحبوا نخلدوا، اذا نخدموا على ارواحنا ونتغلبوا على الامراض ونطولوا عمر الانسان، وعلاش لا نوصلوا للازليه. راهي الافكار اللي جات بها الاديان كلها نجموا نحققوها، الجنه اللي يتكلم عليها الاديان احنا نجموا نردوا العالم والكون هذا جنه، فكره الاله احنا نجموا نقولوا رب هذا الكون، لان هذا الكون اوجدنا احنا موجودين هوني، مش احنا توجدنا وحدنا، راهو الكون كامل اوجدنا واحنا واعين بهذا الكون، وليس صدفه، وليس صدفه. انا لا اؤمن بالصدفه، وسوف نبحث في المساله هذه في فيديو قادمه، ونحاولوا باش نواصلوا كل نهار اربعه ندردشوا على موضوع معين وعلى مساله معينه، وما نحبش نطول اكثر من 20 دقيقه. وبسلامه، ومع فيديوهات قادمه. بسلامه.